المنافسة إذن على منصب الرئاسة في إيران تنحصر الآن بين ثلاثة محافظين وإصلاحي واحد، بعد انسحاب مرشحين محافظين هما علي رضا زكاني وأمير حسين قاضي زادة. دعا زكاني التيار المحافظ إلى الاتفاق على مرشح واحد لضمان الفوز على مرشح التيار الإصلاحي، فيما يرتقب أن يكون هناك مزيد من الانسحابات في الساعات المقبلة في وقت تتوالى الدعوات لحشد التصويت ورفع نسبة المقترعين. آخر استطلاع على الرأي أظهر تقدم المرشح الإصلاحي مسعود بازشكيان على بقية المرشحين في الانتخابات الرئاسية، فقد تصدر بنسبة 23.5%، يليه محمد باقر قليباف بنسبة 16.9%، فيما أتى سعيد جليلي بنسبة متقاربة هي 16.3%، وأخيرا المرشح مصطفى بور محمدي. المرشد الإيراني علي خامنئي كان قد وضع خطوطا حمراء للرئيس المقبل. هو قال إنه المرشح الأصلح لتولي الرئاسة في البلاد هو من يلتزم بأسس الثورة. الجمهورية الإسلامية لديها أعداء، والشيء الوحيد الذي يساعدنا في التغلب على أعدائنا هو الانتخابات. إنه لأمر يدعو للفخر عندما نرى نسبة إقبال جيدة في هذه الانتخابات. يعتقد بعض السياسيين في بلادنا أنه يجب عليهم الخضوع لهذه القوة أو تلك، وأنه من المستحيل التقدم دون التمسك بالدول والقوى الكبرى. البعض يفكر هكذا أو يعتقدون أن كل طرق التقدم تمر عبر الولايات المتحدة. مثل هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون إدارة البلاد بشكل جيد. أرحب بضيفي في هذا الحوار من طهران الباحث السياسي السيد سعيد شاوردي، وأرحب بضيفي من لندن الخبير في الشؤون الإيرانية وجدان عبد الرحمن. أهلا بكما. تنطلق غدا الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مشهد يعد مختلف. سؤالي لك سيد سعيد، الآن بعدما تقلصت المواجهة، ثلاثة محافظين في مقابل إصلاحي واحد، كيف تتوقع أن تجرى الأجواء التي تجرى في هذه الانتخابات؟ تحية طيبة لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. الانتخابات يعني نحن أعتقد مقبلون يعني خلال الساعة على بعض التطورات. من المحتمل أن ينسحب أحد المرشحين المحافظين وهو سعيد جليلي. هناك يعني حديث دائر حول هذه القضية، وهناك من يعتقد أن سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف سيبقون في الانتخابات، وتجرى يعني الانتخابات بين الأربعة، بين مسعود بازشكيان الإصلاحي وأيضا مصطفى بور محمدي الذي هو في الواقع أقرب للإصلاحيين وليس هو في الواقع يعني من المحافظين، ولكن يعني هناك محاولة إلى أنه يقال من المحافظين. فهذه التعددية هذه المرة يعني سببت مشكلة للمحافظين، يعني عندما الإصلاحيون استطاعوا أن يتوحدوا حول بازشكيان وأصواتهم كلها ستذهب إليه وليس لديه مشكلة. اليوم هناك مشكلة في معسكر المحافظين، كانوا يعني في خمسة يعني انسحب قاضي زادة كما أشرتم في التقرير وأيضا علي رضا زكاني، وبقي اثنين من المحافظين. فهناك إصرار على ما يبدو من سعيد جليلي أن
أنه يشارك في هذه الانتخابات، وهناك حديث عن أنه طلب كثير يعني من أنصار المحافظين أن ينسحب سعيد جليلي، ولكن حتى هذه اللحظة لم ينسحب. في حال بقي سعيد جليلي وفي الانتخابات أعتقد سنشهد يعني جولة ثانية من الانتخابات، لأنه يعني عندما صحيح. تم انسحاب أو انسحب جميع المنافسين الأصوليين لصالح رئيسي، يعني هنا يعني كما تقول من المرجح أنه نعم. لن يبادر أحد الشخصيتين إحدى الشخصيتين للانسحاب إلا إذا أتت الأوامر من مستوى أعلى. صح صحيح نعم، ولكن لا أعتقد ستأتي أيضا أوامر من جهات أعلى، لأن هذا سيعتبر يعني تدخل في الانتخابات. ولكن أنصار المحافظين يعني هذا التشكل السياسي هناك يعني يطالبون من خلال الإعلام، يطالبون سعيد جليلي بأن ينسحب حتى يستطيع المحافظون أن يفوزوا في هذه الجولة، لأن الفوز هو في متناول أيديهم الآن. وإذا ما خسروا في هذه الجولة أعتقد سيواجهون مشكلة إذا ما انتقلت الانتخابات إلى جولة ثانية الجمعة القادمة، لأن الإصلاحيون سيشاركون بنسبة أعلى من النسبة التي سيشاركون فيها يوم قد، وهذا ما سيمهد الطريق للإصلاحيين أن يفوزوا في الانتخابات. ولكن لدى المحافظين لا زال هناك آمال كبيرة أن ينسحب سعيد جليلي خلال الساعات المتبقية. طيب أذهب إليك سيد وجدان، وتحدث عن بزشكيان، اسم ظهر بشكل كبير برز في الفترة الماضية مع بداية ترشحه. لم يتوقع أحد ربما أنه سيكون الآن هو المتصدر لنتائج الاستطلاع في رغبات التصويت داخل إيران. لماذا برأيك تصدر هو يعني ترشيحات المصوتين؟ ما الذي لعب لمصلحته؟ هل ترى أنه دعمه من روحاني ودعمه من محمد خاتمي الرئيس السابق قد يكون واحد من هذه العوامل؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم ومتابعيك الأعزاء. فيما يتعلق بحظوظ بيزيشكيان وأيضا النسبة التي أشرتم إليها في الخبر، كان متوقعا، لأن الإصلاحيين في الانتخابات السابقة أعلنوا بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات، وأيضا حتى لم يشاركوا في التصويت في الانتخابات السابقة لعدم وجود إصلاحيين في الانتخابات السابقة، أيضا حتى في الانتخابات البرلمانية السابقة وأيضا الانتخابات مجلس القيادة الإصلاحيين لم يصوتوا في الانتخابات، لأن لم يوجد هنالك عدد من الإصلاحيين لكي يصوت له. ولكن بعد تأييد بيزيشكيان أعلن خاتمي وجبهة الإصلاحات بأنهم سيدعمون بيزيشكيان في هذه الانتخابات، لذلك هذا كان متوقعا أن يدعم الإصلاحيون بيزيشكيان لمواجهة التيار المتشدد، لأنهم أصبحوا جبهة واحدة مقابل التيار المتشدد. لكن رغم ذلك أعتقد أنه سيكون حظوظ بيزيشكيان ما زال ضعيف جدا لعدة أسباب، منها تصريح خامنئي هذا اليوم يؤكد بأنه لم يكن من المؤيدين لتيار بيزيشكيان، وهذه رسالة كانت واضحة. الأمر الثاني، شاهدنا وتابعنا أنه الجيل زد أو الجيل الشباب لم يشاركوا في الدعم الانتخابي، وهذا يبين بأنه جيل الشباب لم يصوت وهم محسوبون على التيار الإصلاحي، لذلك هذا يضعف أيضا بيزيشكيان. إضافة إلى أنه أصبح بيزيشكيان ما بين سندان الشعب الذي لا يريد هذا النظام، و البيزيشكيان أعلن بأنه تحت أوامر المرشد والشعب لا يريد ذلك. الأمر الآخر، وأيضا بين مطرقة المتشددين، حتى في حال انتخابه سيواجه العديد من المشاكل. طيب أعود إليك سيد سعيد، وهنا الإشارة التي طرحها سيد وجدان وهي التصريحات المهمة التي أطلقها المرشد الإيراني علي خامنئي، دعا الناخبين إلى عدم التحالف مع أي شخص ينحرف ولو قليلا عن مبادئ الثورة الإيرانية.
من كان يقصد؟ لأنه نحن لدينا هنا أربع مرشحين حتى بعد ما انسحب اثنان اليوم، لكن كلاهما هما من المحافظين. الوحيد من الإصلاحيين هو الرجل، هو بزشكيان. هل هذا بالفعل دعوة تحريضية مباشرة لعدم التصويت لبزشكيان من المرشد؟ لا سيدتي الكريمة، أنا عندما سألتيني في السؤال السابق إلا إذا كانت جهات عليا ستطلب من سعيد جليلي فإنه سينسحب، فأنا كنت أشير يعني على سؤال حضرتك أنه السيد الخامنائي لن يطلب من سعيد جليلي ولا من أي من المرشحين أن يبقوا في الانتخابات أو أن يقادروا. هو يعني دائما يعني في الانتخابات السابقة أيضا كان هكذا، بالرقم من أنه البعض يتصور أن السيد الخامنائي يريد أن يفوز المرشح المحافظ، البعض هكذا يريد أن يقول، ولكن حقيقة هو يعني حيادي ينظر إلى هذه القضية على أنها قضية تعود إلى الشعب. اليوم الذي يسبق الانتخابات من يقصد؟ صحيح صح. لا 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 أنا سأوضح وأجيب على سؤال حضرتك. يعني صحيح هو تكلم بهذا الكلام، ولكن بكل تأكيد لم يقصد أو أن كلامه لم يوجه إلى مسعود بزشكيان، ومسعود بزشكيان هو في الواقع من الإصلاحيين المعتدلين حقيقة. يعني هو في برامجه الانتخابية أكد أنه سيلتزم بالخطة السبعية في كافة المجالات. هذه الخطة هي وقع عليها السيد الخامنائي ويؤيدها، فهو يقول أنه أنا سأتبع نهج السيد الخامنائي ومبادئ الثورة الإسلامية، ولكن لدي رؤى مختلفة حول بعض القضايا. صحيح. فالرجل هو ليس تابع للولايات المتحدة الأمريكية، وهو قضايا ليست هينة. أولا مسألة الحجاب، هو ضد فرض الحجاب أو أن يكون إجباري وأن يكون هناك قوات شرطة تفرض الحجاب بالقوة. هو يعني متراخي بعض الشيء في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هناك آراء قد تكون جدلية بالنسبة للمرشد أو قد تتعارض مع أهداف الثورة التي أشار إليها المرشد. طبعا هذه قضايا جدلية كما تفضلتي، ولكن على سبيل المثال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية لا أحد يعارض ذلك، حتى السيد الخامنائي يعني هو الذي سمح بإجراء هذه المفاوضات. المشكلة هنا والانتقاد الذي يوجه للإصلاحيين هو أنكم تفاوضتم مع الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل لفترة 8 أعوام وأوقفتم البرنامج النووي بشكل كامل، ولكن الولايات المتحدة انسحبت بكل سهولة من الاتفاق النووي، ولم يحقق لنا الاتفاق النووي أي مصالح اقتصادية. فإذا ما أردتم هذه المرة أن تتفاوضوا وفزتم في الانتخابات فعليكم أن تأخذوا الضمانات حتى لا تكون يعني مفاوضات والتزام من طرف واحد فقط، لأنه واضح أن هذه النقطة أو هذه المحور هي ستكون حاضرة بقوة في أجندات وفي نسب أو نوايا تصويت الناخبين للمرشحين. سأعود إليك سيد وجدان، وهنا ما قاله السيد سعيد من مسألة حيادية المرشد وأنه لا يسعى للتدخل بل هو بالفعل لا يتدخل. هنا ما طبيعة، كيف نفهم طبيعة الدور الذي يقوم به المرشد في توجيه الانتخابات الإيرانية؟ أنا أختلف قليلا مع ضيفك الكريم فيما يتعلق بالمرشد. هو المرشد أشار بشكل واضح دون أن يأتي باسم محمد جواد ظريف، حيث قال بأنه من كانوا يتوقعون أو يعتمدون على القدرة أو الدولة العظمى مثل الولايات المتحدة، وأيضا حتى جاء باسم الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد، وقال من يتفاوض مع هذه الدولة ولم ينجحوا، كانت إشارة واضحة لمحمد جواد ظريف. ونعرف أنه ظريف ومحمد خاتمي وأيضا الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني كان لهم دعم كبير للانتخابات لصالح بزشكيان. إذن كانت الرسالة واضحة ومفهومة، وحتى ضيفك الكريم يعني أشار إلى هذا الموضوع بأن
أن المرشد يعارض من يتحدثون مع الولايات لكنه المتحدة كان الأمريكية يستطيع فيما أو كان يتعلق يملك بموضوع الملف. يعني منع مجلس صيانة الدستور من إتاحة أو السماح برجل مثل بازشكيان رجل إصلاحي، وكان من الممكن أن يتم رفض اسمه. يعني هل اعترض أحد على أي من الأسماء التي رفضت في من مجلس صيانة الدستور؟ رفض ترشحها أحمدي نجاد وغيرهم، لكن الرجل ترك بازشكيان يترشح. لولا حضور بازشكيان في وعبور من مجلس صيانة الدستور لشاهدنا أن الانتخابات ستكون ضئيلة للغاية، وهم يعرفون تماما بأنه في نهاية المطاف بأنه الرسالة التي يوجهها المرشد الإيراني هي من يأخذ تؤخذ بعين الاعتبار، ولذلك أتوا ببازشكيان. أولا طبعا بأنه من المؤيدين للنظام وهو من النظام، وأعلن ولائه حتى المرشد بالفعل. الإصلاحيين هم جزء، نعم حتى الإصلاحيين هم جزء من النظام، نعرف أن وزير الخارجية هو من حصة المرشد الإيراني محمد جواد ظريف، تم تعيينه من قبل المرشد الإيراني. وزير الداخلية وأيضا وزير الاستخبارات هم حصة المرشد الإيراني، هم كلهم أبناء هذا النظام، لكن لديهم رؤية مختلفة عن المتشددين. ونعرف أنه في الآونة الأخيرة أصبح النظام أكثر تشددا، حيث أتوا بجماعة المتشددين في البرلمان الإيراني، ولذلك حتى إن أتى بازشكيان أنه سيواجه العديد من العراقيل. طيب دعني أذهب إذن إلى مسألة أخرى، وهي العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. فيما تتضارب آراء مرشحي الرئاسة الإيرانية في بعض الملفات، يتفقون جميعا تقريبا على هاجس التعامل مع الرئيس الأمريكي المقبل، وتحديدا في حال فوز الجمهوري ترامب، وهو ما حضر في المناظرات الرئاسية بين المرشحين. هذا ما يشغل بقوة الناخب الإيراني حول أي من المرشحين سيكون قادر على التعامل مع ترامب في حال قدم إلى سدة الحكم. أعود إليك سيد سعيد شاوردي، الآن عندما نتحدث عن العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كم يؤثر ذلك على مزاج الناخب؟ ما الذي يريده الناخب الإيراني؟ وما ارتباط ذلك أيضا بالبعد الاقتصادي؟ لأنه من يعد برفع العقوبات لابد أن يكون لديه حل ما لإعادة العلاقات بشكل جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية. والله أنا كنت صريح مع حضرتك، هذا سؤال مهم وجوهري. ولو عدنا شيئا إلى الوراء، يعني كانت في الانتخابات، يعني قبل خاصة 7 أعوام من الآن عندما فاز حسن روحاني في الانتخابات، كان هناك تحمس كبير لدى الإصلاحيين من أنه يمكن من خلال المفاوضات أن نصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية وأن تنتهي العقوبات، ولكن هذا التحمس يعني بدأ يعني يتبخر، وأعتقد لم يبقى منه شيئا الآن، خاصة لدى أنصار الإصلاحيين والشارع الداعم لهم. بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق ومزق ترامب الاتفاق، فيقولون يعني تلك الرؤية الجميلة التي كنا نتصورها من أن يمكن حل المشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية، على ما يبدو أنها هي ليست بهذه السهولة. وحتى لو تم إحياء الاتفاق النووي اليوم، فالولايات المتحدة ستفرض علينا عقوبات بحجج أخرى. فاليوم لا أحد يهتم كثيرا بمن هو سيأتي الرئيس في الولايات المتحدة، جمهوري بايدن أو يعني ترامب أو بايدن سيأتي مرة أخرى إلى السلطة. يعني كان هناك تصور أنه إذا ما كان الديمقراطيون هم الفائزون في الانتخابات الأمريكية فهذا سيسهل عملية إحياء الاتفاق النووي. اليوم لا يوجد مثل هذه القضايا هنا في إيران. هنا توجد رؤية لدى المحافظين، وهي أنه يجب أن نستمر بالمفاوضات، ولكن لا نعطل البلاد، يجب أن نبني علاقات قوية مع الصين وروسيا والهند وباكستان
وتركيا ودول أخرى، ونستخدم الطاقات الداخلية وأيضا نستمر بالمفاوضات. إذا ما نجحت فهذا نور على نور، وإن فشلت لا نبقى يعني خالي الأيدي ويعني نواجه مشاكل أخرى. ولكن الإصلاحيين لديهم رؤية واحدة، وهي ينبغي أن نفاوض ونفاوض ونفاوض حتى نصل إلى اتفاق، وهذا طبعا مرفوض هذه الفكرة أعتقد من قبل نسبة كبيرة من قبل الشارع الإيراني، لأن التجربة السابقة كانت فاشلة. هل سيد داوجدان ترى أنه بالفعل هناك فارق كبير بين الفكر الإصلاحي والفكر المحافظ في مسألة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل بالفعل سيذهب كل منهما، أي مرشح سيفوز، سيذهب باتجاه مختلف تماما عن الآخر، أم أنه بالنهاية الأمر كله يصب في نفس الخانة، وهي التبعية للمرشد، التبعية للنظام الحاكم وتنفيذ تعليماته؟ أولا بالعودة إلى المادة 110 من الدستور الإيراني، تشير بأنه السياسة الخارجية والسياسة الداخلية وإعلان السلم والحرب وأيضا العلاقات مع الدول، الملف النووي كلها بيد المرشد هاي وفقا، وأيضا حتى عزل رئيس الجمهورية بيد المرشد، انتخاب مجلس صيانة الدستور، انتخاب مجلس تشخيص مصلحة النظام اللي هم من يرسمون سياسات النظام، كلها بيد المرشد الإيراني. وأيضا المرشد أعلنها صراحة بأن وزير الخارجية ما هو إلا رسول فقط لنقل الرسائل. إذن في نهاية المطاف كل يعني وفقا لمادة دستورية في داخل النظام الإيراني، كل السلطات بيد المرشد الإيراني. صحيح أن هنالك إصلاحيين هم يرغبون في إيجاد تغييرات، وأيضا وجهة نظرهم مختلفة عن المتشددين، لأنهم يعرفون تماما بأن التشدد سيجر البلاد إلى التهلكة بشكل أكبر، ولهذا شاهدنا هنالك تحرك كبير من قبل وزير الخارجية، لأنه يعرف تماما السابق محمد جواد ظريف، لأنه يعرف تماما بأنه مجيء المتشددين، وأيضا هنالك توقعات سيفوز ترامب في الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يجعل الأمر يعني حتى لو أتى الإصلاحيون لا يمكن أن يذهب بعيدا في قراراته تماما عن المرشد، سيبقى في إطار معين يعني في دائرة معينة. صحيح يبقى في دائرة معينة، وأيضا تصريح المرشد كان واضحا جدا بأنه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أيضا هو من سيأخذ القرار أيضا. طيب، بعد المرشد فيما يتعلق في موضوع أذهب الآن إلى استطلاع للرأي كنا طرحناه على منصاتنا على التواصل الاجتماعي، سألنا فيه المتابعين مواكبة لملف الظهيرة، من سيكون الرئيس الإيراني المقبل؟ هل سيكون محافظ أم إصلاحي؟ 29% اعتبروا أنه سيكون إصلاحيا، فيما رأى 71% النسبة الأكبر أن الرئيس الإيراني المقبل سيكون محافظا. عموما ليس علينا أن ننتظر كثيرا، الانتخابات ستكون غدا. أشكر ضيفي في هذا الحوار من طهران، ضيفي الباحث السياسي السيد سعيد شاوردي، أشكر ضيفي من لندن الخبير في الشؤون الإيرانية السيد وجدان عبد الرحمن، شكرا جزيلا لكما.